وصلنا لأول منطقة حنروحها اسمها لوكارنو، كثير حلوة. يمكن بعضكم بيعرفوها لأنه في مهرجان سينما يصير كل سنة من هنا. الجو كثير حلو، طبعا نوها مبسوطة لأنه تكره البرد، إنه في شمس ودفا. هذه المنطقة كثير قريبة من إيطاليا، قالوا لنا رح ننزل بعدين على البحيرة ورح ندخل على رح ندخل على حدود، مش على حدود، رح ندخل إيطاليا. حتى اللغة هنا المعتمدة اللغة الإيطالية لما يتكلموا. وصلنا على أسكونا، هنا البحيرة. طبعا هذه المنطقة فيها سكان أصليين في سويسرا اللي هم كانوا أصلا صيادين. المنطقة كثير حلوة، اللي يجي على سويسرا لازم يمر هنا. ماجوريتي في إيطاليا وهون 20% بس السنة. بهم في حال بيأخذ. يعني الجزء الأكبر بإيطاليا من هذه البحيرة. نوها أيضا تنك رح أرجع دبي، خليك ترجعي لحالك. لوكارنو هناك اللي كنا فيها احنا. اوكي، هنا اسكونا، كل الجزء ده اسكونا. اها، اوكي. والجاردن بتاعت اللي احنا هنروحها شويه هو اللي هناك اسمه بريسابو. وهذيك ايطاليا؟ لا، ايطاليا اللي ورا خالص. ورا اخر شيء. اوكي، دي لاجو ماجور. الشيء اللي يضحك انه احنا دخلنا ايطاليا الحين، يعني احنا حاليا فعليا في ايطاليا. اول ما دخلنا وقالوا لنا، نوها انصدمت، قالت لهم ما حد راح يطخنا، ما حد راح يجي ياخذنا اي شيء. هم انصدموا انه احنا مصدومين، بس مو عارفين كيف الوضع عندنا. هذول القلعتين من العصور الوسطى بالضبط. حاليا زي ما حد شايف يعتبر اندر ديكونستراكشن، يعني عباره عن ترميمات وحاجات. ممكن السواح ينزلوا يشوفوا فوها ولا صار؟ لا حاليا لا، عشان زي ما حاطين شيء شغالوا بيعملوا الترميمات. اوكي، بس لما يخلصوا الترميم عادي ممكن عادي. اوكي، لكن حاليا برضه دي تعتبر هنا ايطاليا زي ما قلت لك. هذه كلها ايطاليا؟ ايطاليا، حتى القريه اللي هناك. انت بتضربي نفسك، انا بقتل نفسي. اسمعوا الخبر، في طيرين فوق يمكن مش مبينين. هنا شويه يعني يا دوب وقفوا الترميم لانه لقوا انه هذول الطيرين حاطين عش، يعني في عش وفي عصافير صغار، فلين ما يلاقوا طريقه انهم يحموهم حيرجعوا الترميم مره ثانيه. وينك؟ المكان هنا ما احب اقول لكم كيف حلو، تحفه على قولتكم. على قولتكم نها، اعمل لي موسيقى باك جراوند. ما في قاعد شغل، سوري لولو بس كنت بطلتك. لا ما بطلع. شوفي هذا المخلوق الكيوت. طيب غني اغنيه. غني. شو هاي الاغنيه اللي بتحبها العراقيه الجديده؟ نسيت اسمها. طبعا بعد ما تسمعوا صوت يديك برا قولي ان فولو، صدقوني حتفهم. في كونتسا، كان في كونتسا عايشه. اوكي، لحظه لا تتفلسفي، خلي التخصص للمتخصصين. سوري بس قلت لي الجزيره ايش فيها؟ الجاردن بتعمل فيها كل انواع النباتات والاشجار على مستوى العالم. في حاجات كثير جايه من اسيا، من افريقيا، من اسيا، مختلف من كل دول العالم. هتلاقي فيها هي جزيرة بس حديقة كبيرة. حديقة. تفضلي ست نوها، خبرينا ايش تعرف كمان اكثر. هي في كونتسا كانت عايشة هون، ما بعرف تسموها كونتسا ولا عندها قصر هنا هيك شيء. اوكي، اي كان عندها قصر هون. سو قال في كل انواع النبات. شوفي الشبك، الشبك عنكبوت مش مبين من هنا. ايش هذا؟ شيء كثير غريب.
خشب؟ آه يا ما أعرف، الأشجار شكلها غريب هنا بس حلو. هذول الأشجار كثير حلوين، يشبه البامبستيك صح؟ ايه. اه هذا القصر تبعها اللي كانت عايشة فيه. وقت الغداء. هذا متحف؟ هذا المدخل تبع القصر وكانت عايشة فيه. اه هذا المدخل تبع كوكنتستا. يعني سياسي هذول مخافين منه ولا ما بخاف منه؟ شوفي قد قريبة منه أنا وما بخاف. شوفي صار قرب أكثر من تخيلوا هذا كان بيتها، إيش اسمها؟ لا اللقب تبعها يعني بارون نستا. برنستا تطلع من هون هيك تطلع الصباح، كانت تطلع الصباح تطلع لهذا المنظر. طبعا قالوا لنا انه هذا المكان perfect wedding spot، في كثير عالم يجوا يتزوجوا هنا يعملوا زواجهم هنا. واو انا واحدة من عشاق الزواجات اللي بتصير كذا برا outdoor في مكان زي هنا. كثير حلو على فكرة، أنا جالسة أصور لكم بس مو متخيلين قديش إنه المكان بالحقيقة أحلى. نها زواجك إن شاء الله حيكون هنا؟ إيه. والثيم فلفل. فلك شي معنا بعيد. نعم. بكارنو هناك، بالتالي انت على البحيره بتاعت اللاجو ماجوري دي، عندك اسكونا ولوكارنو. أوكي. والبحيره دي هنا، بس البحيره زي ما انت شايفاها مساويه اكتر لاسكونا اكتر من لوكارنو. هي تعتبر يعني جوه اسكونا اكتر. ورانا من هناك دي كلها ايطاليا اللي احنا رحنا فيها المركب الاول. بعد كده في فالي مانجي، ده انا قلت لك عليه، ده برضه كده ورا كيوت. خلصنا الغداء، احلى شيء هنا في البلد انه غداء واخذت ايس كريم كمان، واخذت يعني راسه، وكان بدها قهوه كمان. بس خلاص اسكتي، ما حد سالك شكلك. اوكي نها يو اوكي؟ yeah. This way or this way? اوه صوت في حيوانات هنا؟ لا. وينك؟ تعالي المنظر هنا احلى. وينك؟ وينك؟ تتذكر لما قلت لكم على هذه الجزيرة في ناس بيعملوا زواجهم هنا؟ لك لا تسوي بكره بعرسي بيك يا خلي عرسك، احط لك بدل هذول الشلات البيضة فلفل. I think it's the best place to get married. I know. طبعا اعراسهم لانه صغيرة يعني احنا ما تقدري تجازي 7000 شخص. Thank you.
كيوت. هلو هاي. عندهم سوالفنا. ايش كمان هنا؟ ام ناقص ام. اوكي شكله احد. بي بي. ليش طائم؟ بي 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 اند كنترول زد. اي دي. هذا نفسهم اي دي. شكلهم كثير يحبوا بعض. غلطانين. واو. I love vampires. I don't mind. Yeah, okay. من الأفلام هاللي بتأثروا بالأفلام. سنابي كله صوتك واو. تقولي قطوة. شيلي شيلي يا حيوان. اسمعي نهى امسحي يا حبيبي. ما يصير شغل نوار. هذول جايين ريلاكسين كنا وانا وانتي صراخ وضحك. ارجعونا من كل الايلاند ليش؟ خلاص اتس فاين. واو. شو خطر لك يعني شلحتيها ورميتيها؟ فاتني رمل. شيليها اعتمدي على نفسك. بس عشتي العالم. الله يفشلك. سو الجزيرة اسمها بيرساغو والمنطقة اسمها لوكارنو أسكونا. لوكارنو أسكونا. عن جد اللي يجي على سويسرا حرام ما يجي هنا. في كتير أماكن إحنا ما نعرفها بعادة وقريبة من لوكارنو. الريسبشن تبع الوادينج هنا. إحنا صورنا الزواج قبل العروسة ما تشوفوا يمكن. أحلى شيء اللي قرر يعمل زواجه هنا مش مضطر يعمل ديكور. الجزيرة كلها ديكور لحالها. بعد كم يوم حنطلع على باراشوت. نهى إيش شعورك إنك حطلعي باراشوت؟ مين قال لك حطلع؟ حتطلعي. مين قال لك حطلع؟ الحياة تجارب. أوه شفتي البجا؟ شفت الصياد. لا هذه هي. شوفيها البيضة. أوه. خلصنا من الجزيرة راجعين على الأوتيل.